أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن قلقه من الأحداث المتعلقة بتطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا. رئيس الفيفا قال في مؤتمر صحفي إنه مصدوم بمرآه، معبرا في الوقت ذاته عن قلقه الكبير لهذا الوضع. وأدان الاتحاد الدولي لكرة القدم استعمال القوة، حيث من المتوقع أن تستضيف روسيا بولندا في مباراة الملحق المؤهل إلى كأس العالم فيفا قطر 2022. وفي حال التفوق على منافستها ستلتقي الفائزة من مباراة تشيكيا والسويد.